الماضية خوي انخطف من عصابة. هل تتوقعون ان اليوم راح اسكت؟ اكيد لا. لهذا في هذه الحلقة قررت اني اسوي شيء مجنون جدا، وهو اني اروح واشتري سيارة الجيش اللي بمليون دولار علشان انتقم لصديقي. فالان يا جماعة تنسوا زر اللايك واشتراك معنا في القناة، وايضا تفعيل زر التنبيهات. جماعة انتوا ما تضغطون زر اللايك ليش؟ انا حاب اني افهم الموضوع هذا. ممكن انك الحين تشرح لي الموضوع، ليش ما قاعد تضغط زر اللايك؟ فيلا على طول زر اللايك واشترك اذا كنت مو مشترك. مثل ما انتم عارفين يا جماعه ان سيد ما يطولها، سيد دائما يدخل في الجد، مع اني طولتها قبل شوي، بس مو مشكله يا اخوان، خلينا ندخل مع بعض في الموضوع. مثل ما تشوفون هذا انا موجود، راح اوريكم الحين وش السياره اللي راح نشتريها ان شاء الله اليوم. فنروح على طول لقائمه سيارات الجيش. شرينا السيارات هذه تقريبا، في عندنا طائرات رهيبه حابين احنا نشتريهم باذن الله. راح نحاول ان احنا ننوع في الاشياء هذه وناخذهم ان شاء الله. اليوم هدفنا ان احنا نشتري هذا الهامر، يعتبر هامر يا اخوان صح؟ هذا الهامر يا جماعه راح نشتريه، هي سياره كبيره حق الجيش، في نفس الوقت راح تكون في الغالب مدرعه وراح تكون قويه عشان نقدر ان احنا ننتقم من الاعداء. المهم خلينا ندفع المليون و300 دولار. بسم الله الرحمن الرحيم، دفعت المبلغ والحين راح ننتظر سيارتنا على ما توصل. واذا ما شفت الحلقه اللي طافت، طبعا فاتك الكثير، انا الحلقه اللي طافت سوينا شيء مميز، هو ان احنا اشترينا هذه الدراجه الثمينه جدا والرهيبه والاسطوريه. شوف الحلقه اذا ما شفتها. المهم خلونا الحين مباشره يا حبايبي اروح اوجه الى دقيقه، لا نصدم لا نصدم، خلينا نروح يا جماعه ونوجه للبيت حقنا او الكراج العملاق حقنا علشان نلاقي على طول المدرعه حقتنا هناك. جاني مسج ان السياره حقتنا الكبيره وصلت. انا ما ادري ايش قاعد اسميها مدرعه لانها تقريبا مدرعه يعني. فالمهم هذا المكان حقنا، يلا يا جماعه مشينا. خلينا نروح للطابق الاول راح نلقاها على طول داخل. بسم الله، وين السياره؟ هلا بالزين، يا ساتر يا رب، وش هذا يا اخوان؟ والله شيء مو طبيعي. المهم خلوكم من هذا كله، صح انها سيارة اسطورية وبمليون دولار، الا ان ايش راح اسوي الحين؟ الحين في الغالب راح نحاول ان احنا نعدلها، طبعا ما راح تتعدل في هذا المكان، لازم ان احنا يا اخوان نروح للمكان حقنا المستودع اللي تحت الارض، اتوقع هناك نقدر ان احنا نعدلها. خلينا نركب الموتر نشوفه على طول من الداخل قبل طبعا لا ندخل، قبل لا ندخل، قبل لا نطلع قصدي. فبسم الله الرحمن الرحيم، هلا والله، طبعا كلاسيك والموضوع جيش يعني اكيد ما بيحط لك راديو حركات. خلينا نطلع على طول ونشوف السيارة برا، للاسف ليل يعني للاسف. خلينا نحدد بس على المكان اللي راح نروح له، اللي هو راح يكون بعيد شوي بس مو مشكله، اللي هو المكان هذا راح نروح هناك، المفروض نقدر احنا نعدلها. المهم خلينا نشوف مع بعض. ايوه روح، والله ثقيله شوي بس صدقوني اذا عدلت المحرك حقها وقويته شوي راح تكون صاروخ صح. قطعت مشوار طويل علشان تقريبا اوصل للمكان هذا اللي هو مكان الجراج الخاص، مو جراج اللي هو عباره عن المكان اللي تحت الارض. انتبه بس لا تطيح غلط. صدقوني ابي اشتري واحد يكون قريب شوي من مكاننا بدل ما هذا يجي له مسافه بعيده هذه. المهم خلينا ندخل داخل بس ونغير اي سياره بس ونحاول ان احنا نعدل داخل. زين انا محتاج بس اركب السياره واضبطها وارتبها. فيلا خلينا نركب ونشوف مع بعض اذا نقدر ان احنا نضبطها يعني. يا رب يا رب كل شيء يضبط، لان السياره لازم تتعدل، لازم نسويها بافضل شكل ممكن. فاتوقع نضغط حرف الاي ونبتدي يا جماعه في التعديل. طبعا راح نحط الارمر، راح نشوف الحين. اوه شوفوا عندنا الجهه اللي ورا، ها شوفوا ركزوا معاي. اوكي نقدر نحط هذه الحركات. لا يا حبيبي هي صارت ننقل فيها مواشي. غير غير غير، عدل بدل، لا ما ابي شيء ثاني انا. والله كأن هذا الشكل، كأن هذا الشكل هو الأجمل، فراح أركب على طول هذا، راح يكون أسود، نقوي أقوى مكابح على السيارة. الحين الجهة الأمامية ركزوا معاي، هني المفروض أو تحت، تحت ركزوا معاي تحت، خلينا نشوف كيف راح تكون. المفروض إن في أشكال رهيبة بس يعني كأن هذا أحلى واحد. أو دقيقة، ياه وكأن هذا اللون بعد احلى واحلى، بس لا ما ينفع لان اللي فوق لونه اسود. فاتوقع يا جماعه ان احنا راح نركب لا هذا، ركز سيد هذا تقريبا عجبني اكثر. اللي ورا الحين، ورا طبعا تقريبا هذا بسيط جدا، هنشوف مع بعض كيف راح يكون لما نعدل ونبدل. ايوه الكبير الكبير راح نحط اكبر واحد موجود. ليتس جو. اللي بعده عندنا المنطقه الجانبيه، اوه شوفوا كيف اقدر احط فيها اسلحه وحركات ورصاص. حط حط يا حبيبي حط. الحين الابواب، اوه اغلب الابواب مسكره، ليش؟ يا ساتر اغلبهم مسكرين. زين معانا هذا الاصلي، لا الاصلي احلى، اصلي احلى واحد. المحرك اقوى محرك نقدر عليه. اوه شوفوا هني نقدر نحن نغيره نخليه تحت. الاصلي رهيب. هذا ارهب واحد، هذا ارهب واحد، اثنين مع بعض. الحين الجهه الاماميه، اذا في لون ثاني راح نغير اللون. اوه دقيقه 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 دقيقه
دقيقة، يا أني أركب هذا يا أني أركب، لا لا الأسود، الأسود يا حبيبي. أحط دوائر ولا هذا دوائر؟ دوائر كان أفضل لنا. الحين الجهة اللي فوق نقدر أن احنا نحط فيها أشياء، نقدر أن احنا نسوي فتحات. دقيقة اللي هني، لا 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 ولا تصدقون تصدقون يعني كأنه شيء جيد. ركب هذيلة مو مشكلة، هرن ما نحتاج نحن نركب هرن أكيد. نغير بس الإضاءات لي زينون بالطريقة هذه. نقدر أن احنا نحط عليها صبغة، هي هذا اللون الأصلي ها، نقدر أن احنا نسويها بصبغة عسكرية. يا السلام سلم. طبعا في أشياء كثيرة مسكرة ما تبين معانا، فأنا خلنا نحاول أختار صبغة عسكرية حسها ممتازة. عندنا هذه شكل يا جماعة، راح أختار هذه الظاهر، راح أختار هذه. لا تقول لي قدام ما عجبني، اللي قدام ما عجبني أحس العادي. حتى هذا أفضل، حتى هذا لما نحط هني أشياء بالنسبة لي أفضل من أن تكون بالطريقة هذه. فشكلي بعتمد على هذه بدل اللي كانت موجودة، ما كانت رهيبة. تمام. المناظر الجانبية أفخم شيء أعتقد، أفخم شيء هذيلة ولا هي أفخم شيء هذيلة أتوقع. خل ركب هذيلة أفخم شيء موجود. اللوحة ما في لوحة، سيارة عسكرية. فنروح للصبغة، ما في صبغة، سيارة مصبوغة أصلاً. السقف اللي فوق بعد نقدر نعدل عليه، نقدر نحط رصاص أو نسوي هذه الحركة حقت الإضاءات. فأنا أتوقع أني بحط إضاءات فوق. الشيء اللي بعده هنا على الطرف نقدر نحن نركب أشياء، لازم نركب. فبروح أنا تحت شكلي هذا في إضاءات، لا ما في إضاءات بس شكله رهيب. راح أركب هذا زين. نقدر نزلها لا حق الجيش، نزلها المفروض ترفعها اصلا، اذا ترفع فنقوي السياره اكثر. ركب عليها تيربو راح صارت اقوى واقوى. الجنوط لا حرام عليك تغيرهم، هذا شكلهم. حط تعتيم على الاشياء على الطرف. يا جماعه دقيقه ابي رايكم بالتحفه الفنيه اللي قاعد تشوفونها قدامنا. يعني رسميا اقدر اقول لكم يا اخوان ان هذه واحده من اجمل 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 وافخم السيارات اللي سويناهم في السلسله بشكل كامل. احتاج تقييمكم من 10، كل واحد يكتب تحت في الكومنتات. ودقيقه انا تعبت في تعديل السياره هذه، فاتوقع انها تستاهل اللايك. اذا نسيت اللايك اضغط زر اللايك الحين، واذا كنت مشترك اشترك معنا في القناه عشان نوصل ل 21 مليون مشترك في اسرع وقت ممكن. المهم خلينا نركب الموتر يا جماعه، لان احنا ما نسينا موضوعنا الاساسي. موضوعنا الاساسي ان احنا نروح نشوف موضوع خوينا، فلهذا اركب الموتر وخلنا نشوف الحين السرعه الخاصه بالموتر. يا اخي حرام ليل حرام ليل، بس مو مشكله، الحين راح نشوف مع بعض الموتر كيف صار وكيف سرعته. بس قبل لا نبتدي هذا الشيء خلنا بس نضغط هني ونروح نوجه، نحط لنا علامه على المكان اللي راح نروح له. المفروض يكون هني، يب هو حرف الدي هذا هو. المهم خلنا نشوف مع بعض السياره، المفروض صارت اسرع من السابق. او ماي جاد شوفوا كيف شكلها. المهم خلنا نحاول بس نعطيها سرعه. روح ترى تعتبر صارت اسرع من السابق شفتوا يا جماعه الباك فاير. يلا والله هلا ابوي، هلا بالنيران اللي قاعد تطلع من السياره. شيء مجنون يا اخوان، شيء مو طبيعي. اتوقع يعني ابدعت في السياره هذه، لازم نحاول نجربها تجريب ممتاز. لف هني بس دقيقه خلينا نحاول. ما يصير لي شيء. لا تنسوا يا اخوان ان هذه السياره سياره مدرعه، لهذا ما يصير لي شيء. حتى صار خدش، ما فيها حتى خدش يا جماعة، ولا خدش واحد. لو أصدم أي حد ما راح يصير شيء في السيارة. بيقنا ونص وما بيكسر. بس قبل لا أروح أنا أتوقع يبي لي أشتري شوية دروع، فبحاول أروح بس لمحل الأسلحة بشتري الدروع، لأن صراحة الحلقات طافت. أنا يعني أتوقع خلصت أغلب دروعي، فخلنا ندخل بس هني ونروح للحبيب. خلنا نوقف مباشرة على البوابة عشان تالي نمشي. يلا مشينا على طول عنده داخل. السلام عليكم يا طيب، كيف حالك؟ أنا حاب اليوم أشتري من عندك دروع لو سمحت. فل كل شيء فل. هاي صدقني مو فل، أنا متأكد إن الدروع حقتي مو فل، بس ما أدري ليش عاطني إن كل شيء الدروع حقتي فل، غريبة. خلاص مو مشكلة، ما أنا أقول إن كل شيء فل مو مشكلة، راح نروح نكمل طريقنا. أوكي أخيراً وصلنا يا جماعة لمكان المهمة المرتقبة اللي راح نسويها إن شاء الله الحين. يلا مشينا ليتس جو، خلنا ندخل داخل لمهمتنا. أنتم متحمسين؟ أنا متحمس مليون لهذه المهمة. ليتس جو. بسم الله يا جماعة، سيد المتحمس جداً دخل المهمة على طول. ويلا خلنا نشوف مع بعض وش الخطة بالضبط اللي راح تصير. فالحين لازم أروح
هذه الأماكن بالضبط وجانا اتصال على طول. خلوني أشرح لكم الخطة في الخريطة. المهم يا جماعة تقول إن في عندنا مخبئين، مخبأ A ومخبأ B. هذا المخبئين يا جماعة المفروض إن فيهم المشتبهين فيهم اللي خطفوا خوينا، اللي لازم نحاول نحن نروح لهم الحين. فنتوقع إن راح أبتديها بالمخبأ B لأنه بعيد، فبقول يمكن يكون هناك يعني. يلا مشينا. أبشركم وصلت المكان. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي. طبعاً المشتبه فيه لازم أجيبه حي. عرفتوا يا جماعة؟ الظاهر المشتبه فيه موجود هنا فعلياً. لازم أجيبه حي. في حد شافني؟ تمزح صح؟ تمزح صح؟ أوكي. من المشتبه فيه؟ ما أدري. لو من واحد من المشتبه فيه. لازم أحاول أجيبه حي. خذ. هذا مو المشتبه فيه. لا هذا مو المشتبه فيه. دقيقة لازم أنتبه. خذ. منو فيه ما أدري. هذا مو هذا ولا هذا. أوكي باقي واحد. باقي هذا. أوكي هذا المشتبه فيه. وقف. ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك. غلط. يا جماعة لو رايح للقريب كان هو الصح. هذا المكان يا جماعة مو الصح، فلازم اروح للمكان ايه بعد ما المكان بي طلع مو صحيح. يا اخي انا قلت بروح للبعيد، هذاك عاد كان جنبي كنت راح اوصل له على طول. يلا مو مشكله. المقر الثاني موجود هنا، في واحد عليه علامه. شكلي 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 يا جماعه استوعبت، اتوقع اللي عليه علامه هو الشخص فعليا اللي احنا محتاجينه. اوكي انا وصلت وانا جاي بالسياره الغلط ولا تخيل. دقيقه يلا مشينا مشينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم انتبه طبعا من المكان. أعتقد لأنه وصلتهم الخبرية فهم عارفين إن أنا جاي. مثل ما أنتم شايفين هم مستعدين لي. شوي 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 دقيقة. لازم نضبط الأمور. هذا الودع. أي 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 أي. هذا ودع. هذاك ودع. باقي واحد باقي واحد. ريلود. مو هذا انتبه. هذا خذ لك يا حبيبي. ليتس جو. تعال 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 يا حبيبي. بنت تعالي. سلام عليكم. الحين شو اسوي معاها هذه؟ ما في شيء. يا اخوان طلع حتى اللي هني مو صح. اذا كان لازم ان احنا نمر على الاثنين هذيله يعني، في كل الحالتين كان راح نروح لهم اثنينهم. انزين الحين الخطه ان احنا راح نروح لمكان اخر، بس خلينا نركب ونشوف مع بعض الخريطه. المكان الاخر راح يكون هو المكان هذا في وسط المدينه. يلا مو مشكله. وصلت المكان اللي بعده، المفروض انه يكون اصعب اكيد، ما يحتاج اقول لكم يا جماعه. ايوه 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 طبعا واصلنا من الموضوع فعارفين ان انا جاي، بس انا ما ادري منو اللي قاعد يطلق علي الحين. فهذا اوكي شفته 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 شفته. انا شكيت صراحه، قلت يمكن ناس ما لهم دخل طلع لا. المهم هذا تعال تعال وينك؟ قول لي العدد. ما يصير رصاص يا عمي، ما يصير يا عمي، ما عندي رصاص. بموت انا بهالطريقه، بموت بهالطريقه. دقيقه هذا خليه يروح، ولازم انتبه لاخر واحد موجود هناك. اخر واحد لا يودع، اخر واحد لا يودع. دقيقه خلنا نقدم شوي. تعال انت. اوكي رست ان بيس. هذا قاعد يطلق علي، اللي قاعد يطلقون عليك يا سيدي خليهم يودعون على طول. وين اللي بعده؟ تعال هذا تعال يا حبيبي. بس يلا باقي واحد، باقي واحد راح يصير يمين. في شخصين، الشخص اليمين هو اللي تخلص عليه. هذا هذا باقي شخص واحد. تعال. ايوه نزل سلاحك يا حبيبي. ليتس جو. مسكنا الشخص الصح رسميا، فخبرنا على طول المكان لازم نروح الحين، وراح يكون المكان المحدد عندنا في الخريطه. خلاص خلى الحين يولي ويلا مشي. لا تطلق لا تطلق سلاحك. يلا تركناه حي. يلا بس يلا يلا بسرعه يا سيد. يلا عجل علينا خلينا نحاول نروح. سلام عليكم. يعني والله على بالي بيجي معاي. روح روح. المهم خلينا نروح بسرعه. وصلنا المكان المطلوب واحنا لازم اتوقع نجي لهذا المكان. الحين لازم احاول ان انا ابحث في المستودعات اللي في هذه المنطقة. أوه ماي جاد كيف راح أقدر أعرف أي مستودع فيهم؟ اللي لابسين أحمر إيش وضعهم؟ دقيقة هني في شيء؟ لا ما في شيء. طبعا استغربوا من السيارة اللي أنا جاي فيها، بس أيوة 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 هذه السيارة ما تبشر بخير، هذه السيارة ما تبشر بخير، هذه السيارة ما تبشر بخير. أنا قايل لكم قايل لكم يا جماعة السيارة هذه فيها بلا. أحتاج الحين إن أنا أهكر. شنو هذا؟ زين. بس أجيبهم في النص. أوكي. انتظر. أيوة. حلو. هكرنا الباب رسميا. تمام فتحنا البابين.
الحين لازم أحاول أبحث عن أدلة تخلينا نعرف مكان الخاطفين. أوه ماي جاد، قبل مكان الخاطفين نحتاج إن إحنا نعرف عنهم، نحتاج إن إحنا نعرف عنهم. يا جماعة أنتوا شايفين الأشياء اللي موجودة معاهم؟ خلني أصور لك وأوريك، لازم أصور لهذا اللي قاعد يساعدنا. زين، فصورت أول صورة، بس لا أنا أتوقع إني محتاج إلى 5 صور. ليش قاعد يتحرك مكان الأشياء اللي بصورها؟ هني هذيل لازم أصورهم، فخلنا نحاول إن إحنا نصور بس على السريع. هذه المفروض صورة يعني، صور. والحين كيف أرسل الصورة؟ أيوة صارت صورتها وصورة ورسلتها له على طول. خلني أحاول أبحث عن أشياء ثانية. أيوة بطاقة، جماعة لقينا بطاقة موجودة هني، بس لازم أنا أصور هذا أول، لأن مثل ما قلت لكم في 5 أدلة لازم نحاول إحنا نصورهم. صور الأدلة أو الدليل الثاني وارسل الصورة على طول. خلني أحاول نبحث أكثر وش الأشياء هذه. أيوة في أبر وما أدري شنو هذا، أتوقع لازم تتصور، هاي ضروري تتصور. فعطى صورة على السريع وخلنا نرسل الصورة الثالثة. أتوقع أن في ناس جايين، في ناس جايين. سيد بسرعة. هذا إيش فيه؟ هذا إيش فيه؟ مدرع زين. لازم أكمل تصوير. هني ما في شيء، في عندنا هذيلة. أركب. هذيلة هني دليل. بسرعة لا تطول يا سيء عشان تخلص الأمور وتمشي. فصورنا اللي بعده وأرسل. باقي شيء واحد. وين هذا؟ هذا آخر شيء لازم أصوره. بسرعة تعال هني، حط الصورة اللي بعدها وأرسل. خلصنا. أوه ماي جاد، لا. أعتقد أني ودعت. جايين جنب سيارتي بعد. اوه ماي جاد، لا لازم اروح داخل. مت رسميا. احتاج البطاقه. انا غلطان. خليك هني. بعد ما اخذ درع ضبطت اموري، الحين ارجع لهم. احتاج البطاقه، كان المفروض اخذها بسرعه، بس انا قبل شوي يعني من الخوف ما اخذتها. اللي هي هني، هات البطاقه على السريع. شلنا يا جماعه البطاقه الحين، فرسميا خلصت من هذا الشيء. خلنا نركب الحين السيارة ونطلع من المنطقة رسميا. قبل شوي كنت بهرب قبل لا أخذ البطاقات، تخيل معاي. يلا بسرعة 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 أطلع من المكان. أوه ماي جاد، تكسر الباب. يلا يا عمي انتوا شو حاطين في المكان؟ المكان ضيق بزيادة. يلا اطلع 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 روح، بس لازم نطلع من الجزيرة هذه بأسرع طريقة ممكنة. أعتقد قربنا إن إحنا نطلع منها، باقي شوي بس ونطلع. أوكي من هني أعتقد الحين نكون طلعنا الحمد لله من الجزيرة ذيك، وكملنا المهمة الرهيبة هذه. بس لحد الحين ما جبنا خوينا، بنحتاج بعد حلقات أكثر لين نقدر إن إحنا نجيبه. فلازم لايك واشترك معنا في القناة وتابع المقاطع هذه. سلام.